السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا صباح الخير يا مساء العافية على قلوبكم الطيبة، كيف الحال يا حلواتي؟ يا رب تكونوا بأفضل وأحسن حال إن شاء الله. بشارك معكم فلوق اليوم. بالبداية حلوات، لا تنسون اللايك والاشتراك وكومنت لطيف مثلكم، الله يسعدكم. مشاهدة ممتعة إن شاء الله. طبعا أنا اليوم صايمة ومسوية لي أجواء رمضانية ومسويت لي فطور رمضاني. أول حاجة ابتديت بالجلو، وبعدها سويت مرقوق وسلطة وعصير. طبعا أنا إذا جيت أشتغل في المطبخ أحب يكون الراديو شغال على إذاعة القرآن، وأحيانا إذا صار برنامج حلو أحب أستمع له. هنا اليوم حطيت على إذاعة الرياض، وفي برنامج أتوقع اسمه فيتامين، بصراحة أول مرة أتابعه، وموضوع الحلقة مرة حلو ومهم. يتكلم عن مرضى فقر الدم اللي يعانون من نقص الحديد، وكمان مرضى السلياك اللي عندهم حساسية من الجلوتين. عن تكلمت الدكتورة عن أهم مصادر الحديد، أول حاجة اللحوم الحمراء، بعدها يجي البحريات، وبعدها يجي البروكلي، وآخر شيء يجي الشمندر. احنا كنا نظن ان الشمندر هو المصدر الاساسي حق الحديد، طلع ذي المعلومة غلط. يعني في يعني نسبة الحديد مرة قليلة جدا، يعني البروكلي افضل من الشمندر، البروكلي فيه نسبة حديد عالية. وبعد البروكلي يجي السبانخ والورقيات بشكل عام، وبعدها يجي الشمندر. وبعدها تكلمت عن مرضى السلياك اللي يعانون من حساسية الجلوتين. طبعا سمعت معلومة بصراحة يمكن أول مرة تمر علي، وفي نفس الوقت صادمة بالنسبة لي. أحيانا حساسية الجلوتين أو الجلوتين نفسه مو بس يجي من الأكل، أحيانا يجي من مواد التجميل وبالذات أحمر الشفاء، وكمان قد يكون في معالق الطبخ، معالق التحريك. هذه المعلومة بصراحة اللي انصدمت لما سمعتها، لأنه مواد التجميل تدخل في تصنيعها مواد طبيعية، مو كلها مواد كيميائية. وكمان بعض الأواني مثل معالق التحريك أو المعالق الخشبية أحيانا تدخل في صناعتها مواد طبيعية. هذه المعلومات اللي سمعتها اليوم، وحبيت أفيدكم بها لأن كثير يعانون من حساسية الجلوتين، والله يشافي جميع المرضى يا رب العالمين. وبعدها نرجع لطبختنا اللي هي المرقوق. هنا جبت قدر ونزلت عليه معلقة كبيرة سمنة، ونزلت عليها بصل وثوم، وحركتهم لما يتحمروا شويات، وبعدها نزلت لحمة مقطعة قطع صغار، وأحركها شوي لما يتغير لون اللحمة. بعد ما يتغير لون اللحمة أنزل عليها البهارات. البهارات بهاراتكم اللي معتمدينها، يعني أنا البهارات المعتمدة اللي هي بهارات مشكلة كمون فلفل أسود وكركم، وإذا أحب أضيف أحيانا بابريكا أو ثوم باودر، والملح أخليه آخر شيء. بعد ما تستوي اللحمة والخضار أنزل الملح. وطبعا هنا بعد ما نزلت البهارات أحرك شويات لما تطلع ريحة البهارات، وبعدها أنزل معلقتين كبار أو معلقة كبيرة معجون طماطم. بعد ما أنزل معجون الطماطم أحركه شويات، وبعدها أنزل عصير طماطم. طبعا ما أدري وين راحت لقطة العصير، وأزيدها ماي وأخليها تتسبك شويات. بعدها أنزل الخضار. طبعا أنا الخضار هنا قطعتها مربعات صغيرة، طبعا كل ورقبتها والطريقة اللي هو يفضلها، هذه طريقتي أنا. أحب المرقوق تكون الخضار مقطعة مربعات صغيرة. طبعا الخضار اللي موجودة عندكم، أنا هنا حطيت جزر، قرع، باذنجان، بطاطس، بطاطا حلوة. حركها شويات، وبالبداية أعلي النار، وبعدها أهديها وأخليها تطبخ على راحتها لمدة ساعة أو ساعة ونص، أو لما تحسون أنه اللحمة والخضار انضجت. وهنا ما شاء الله تبارك الله، بعد مرور ساعة شبه انضجت عندي الخضار واللحمة. أجيب خبز لبناني أو أي خبز مفضل عندكم، وأقطع قطع صغيرة وأنزله على الخضار، وكذا أحركها بحيث أنه الخبز يتشرب المرق اللي في الخضار. وبعدها أسكر القدر وأخلي كذا على نار هادية من 5 إلى 10 دقائق، وبعدها أقدمها في الصحن وأحط عليها دهنة. مرة لذيذة وطيبة، جربوها بألف صحة وعافية على قلوبكم مقدما.
بعد ما حطيتها في صحن التقديم ما شاء الله تبارك الله طلعت مرة مرة لذيذة، وبصراحة أنا من عشاق المرقوق، وكانت بعد مطلوبة مني. بألف صحة وعافية على قلوبهم يا رب العالمين. طبعا تقدرون تستبدلون الخبز اللبناني بأي خبز مفضل عندكم، خبز صاج، خبز رقاق، عادي أي نوع. وبعضهم يسوون خبز بعجين كذا، يفردون عجينة خبز وينزلونها على المرق، هم بعد دي حلوة، بس أنا أحب الخبز اللبناني أكثر شيء. وهنا سويت تبولة البرقل بالشمندر، سويتها معاكم في رمضان كثير، مرة طيبة بس كان ناقصها رمان. وهنا العصير، سويت عصير جزر، كان عندي صحن في الثلاجة فقلت خليني أسويه قبل لا يخرب، وما شاء الله تبارك الله صحن ما جاب لي إلا بسكاس، لأنه في الصيف يكون شوي الجزر ناشف، مو زي الشتاء يكون ريان فيكون في عصير كثير. وهنا اي جهاز كهربائي بعد ما اخلص من اجيب لي فوطة مبلولة وانظفها على السريع علشان يعمر معاي ويكون على طول نظيف. وهنا بعد ما خلصت اشغالي كلها انظف الكاونتر على السريع، واي صحن او اي كاس ما اخليه يظل، لا اقصه على طول عشان ما تتراكم عند المواعين. وهنا بعد الفطور بساعة تقريبا ابتدى الوقت اللي انتظره طول اليوم فارق الصبر، وسويت لي الأجواء اللي أحبها. هنا شقلت لي شمعة وكمان شقلت جمر وحطيت مستكة علشان تسحب كل الروائح. هالفترة صار ما أحب إلا المستكة أو العود، ما أحب أشياء ثانية. وبعدها سويت لي فنجان قهوة أروق عليه. وإلى هنا يا حلوات راح أنهي معاكم فيديو اليوم، لا تنسون اللايك والاشتراك وكومنت لطيف مثلكم، الله يسعدكم. إلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله، مع السلامة.